خلني مرة ثانية في بداية الأزمة، أنت الحين قاعد تقول لي أنك أنت نتيجة لقراءتك للكتب وقراءتك للأحداث اللي كانت صايرة قبل في العالم كنت تتنبأ مسبقاً أن راح تصير عندنا مشكلة. ما في كذا قلت لك طيب. كل من هارو أي. فأنت قاعد تقول أنا أتنبأ أن راح تصير مشكلة وأنت كارثة لكن في المقابل وزير المالية في ذلك الوقت كان السيد عبد اللطيف الحمد أي. وزير المالية في ذلك الوقت في كتاب اسمه الكويت وأزمة سوق المناخ كانوا مسوين وياه جريدة لقاء في ذلك الوقت، وهذا النص نص كلامه اللي نقل في الكتاب، ذكر هو في الكتاب ولا في جريدة؟ هو ذكر كلامه في الجريدة، نص الكلام مذكور السند ماله موجود في كتاب اسمه الكويت وأزمة سوق المناخ. هذا الكلام نقل على لسان وزير المالية سيد عبد اللطيف الحمد. بورصة الكويت تمثل حالة فريدة لأن الكويت من أكثر المراكز المالية حيوية في المنطقة، سوق الأسهم الكويتية قوي وسليم والشركات المدرجة فيها قوية مع بعض الاستثناءات، تهدف الحكومة إلى تشجيع تأسيس الشركات الجديدة. أنا متفائل ولا أعتقد أن أي شيء سيحدث لسوق الأسهم الكويتية. هل ما حدث؟ هل هذا تفاؤله؟ هل هذا تفاؤله؟ إيش صار؟ كانوا في 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 ما تبي تتكلم عن خطوات اللي أخذها عشان أحمي البنوك كلها. لا هذا بعد شوية بتكلم عنها. لا بتكلم عنها بس بعد شوية لما يجي صوب دورها. بس هني أنا المفارقة هني إن أنت قاعد تقول لي أنا هو متفائل، أنا متنبأ إن راح تصير مشكلة ووزير المالية في ذاك الوقت قاعد يقول لا ماكو مشكلة الوضع زين وما في شيء زين. من كلامه صار صحيح؟ من صار كلام صحيح؟ صار كلامي أنا لأن انهار كل شيء، متفائل على ماكو شيء. وانا حتى وفي كان في لجنه وزاريه، ها لجنه وزاريه فيها لجنه وزاريه اقتصاديه تعبان، في لجان في مجلس الوزراء هي اللي كانت تشرف على 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 على, 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 على العمليات في البورصه او تتابع. وكان رئيس اللجنه الله يرحمه الامير الراحل الشيخ سعد. انت كنت عضو في اللجنه هذه؟ لا عشان ما واللجنه الوزاريه، انا ما انا وزير لجنه وزاريه. وفي نفس الوقت بس ماكو ممثل من بنك المركزي؟ لا ابدا، كله وزراء بس وزراء ولا سالوني ولا دعوني يسالوني شو صاير. ابدا 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 كلش. فاللجنه الوزاريه ما دعتك ولا مره؟ ابدا ابدا ابدا. ليش؟ مش اسالهم ما لان اثنين من الوزراء يدرون رأيي، فبالتالي ما يبيون اللي هو وزير التجارة وزير المالية. لا مو وزير التجارة. منو عيل؟ تقول واحد منهم وزير المالية. الثاني منو؟ ما أدري بس. لا تدري منو بس ما تبي تقول لي. لا. طيب أنا هني أنقل لك كلام واحد من فرسان المناخ. خليني أقول. واحد من فرسان المناخ. زين خليني أقول لك. فبالتالي كل الكلام هاللي تسمعه واللي قرأه كله غلط. كلهم لهم مصالح وايد طبعا. هذا تقول لي هذا انا متفائل، مو هذا متفائل. ايش صار؟ انت متفائل شو صار هذا؟ انت ما كنت تعرف وزير الماليه؟ صديقي. اذا ما كنت تتكلمون مع بعض؟ ما استشارني ولا استشارني. انا اتكلم معه. ليش انا هني نتكلم هني ابو عباس؟ لا 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 وانا اقول له دقيقه ابو عباس. لا وانا ابو عباس احنا هني قاعد نتكلم. انت محافظ البنك المركزي أجل هو أجل وزير الماليه واكو مشكله اقتصاديه. ادري 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 انا اقدم تقاريري مو لوزير الماليه. وزير الماليه ما له علاقه في البنك المركزي، ما يرأس البنك المركزي ولا هو تابع للبنك المركزي. وزاره الماليه البنك المركزي متابع لوزارة المالية. أنا أقدم للحكومة آرائي وقدمته. هذا آرائي قدمته للحكومة وسجلته في اللجنة الوزارية. كل هذا آرائي كله مسجل. ماشي أنا هني بس أبي أستوضح أكثر. أنت قاعد تقول لي عبد اللطيف الحمد كان صديقك. إيه كان صديقي، نسافر مع بعض وهذا له. إيه؟ ما كنتوا تتكلمون بالأزمة؟ يعني قصدي كان في إمكانه
يسألني مو كأنه هو يسألني كصديق ما أسألك حتى كصديق ما أسألك مولي ولا دعاني لأنه هو رئيس أعتقد هو رئيس شو اسمه اللجنة الوزارية ما قال خل أدعو محافظ البنك المركزي نسأله شنو صار ما صار زين هني اللي ذكر السيد محمد القاضي وأنت حطيته في كتابك إنه في فترة ما حاول أحد وزراء المالية أن يلعب دور يتخطى فيه دور البنك المركزي إلا أن حمزة عباس لم يسمح له بذلك. مو وزير المالية، مو عبد اللطيف، مو عبد اللطيف، واحد ثاني. ماكو لا وزير مالية واحد. لا كان شوف 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 وزراء المالية. شيخ هاي الخليفة. يجوز. يجوز. يعني هو. ها؟ يعني هو. يعني هو ما أدري يجوز أقول لا أنت مساعة عبد اللطيف الحمد قلت لا إيه؟ عند علي الخليفة قلت يجوز يجوز فهو يعني أوكي دام ضحكت عرفنا الجواب طيب واحد من فرسان المناخ السيد أحمد الكندري ذكر في 81 عندما بدأت تظهر الشركات الخليجية ثم تلاها في 82 نزول الشركات المقفلة انهمرت الشركات بشكل لا يصدق الكل أصبح يؤسس مقفلة في اليوم الواحد يعلن عن 4 مقفلات ووزارة التجارة تمنح الموافقة بدون تردد لو تدخلت الحكومة وطلبت من مجموعة سوق المناخ وقف التعامل بالمدد ومنع إنشاء شركات خليجية جديدة لكان حجم الأزمة أقل بكثير كلامه هذا صحيح؟ هو هنا قاعد يلوم الحكومة إن لو الحكومة كانت متدخلة طبعاً أي ومسوية كنترول على موضوع تأسيس الشركات كان الأزمة ما صارت بهالشكل طبيعي لا كلامه صح ولا لا إيه طبيعي 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 فمعناته الحكومة هي الملامة هذا طبيعي أقول لك طيب أرجع حق الجزئية اللي ذكرتها قبل شوية إنك أنت رحت حق الشيخ جابر وقلت له إن ترى المشكلة قاعدة تكبر وإنك أنت تبي ما كانت تكبر قلت له راح تكبر وتصير كارثة واللي يدفع ثمنه بنوك المركزية أنت في كتابك إني شنو قلت خلنا بنوك البنوك بنوك البنوك ها وأنا وليس باستطاعتي حمايتهم حماية كافية هذا اللي قلت له أنت في كتابك شنو قلت وأنا شتها التدخل فكان الرد أن هناك حكومة وهي المسؤولة عن تلك الأمور أنت هنا قاعد تقول ما كان في أي إجراء رقابي من السلطات المختصة اللي هي الحكومة ما كان فيه ما كنت تشوف فرحت حق الشيخ جابر وقلت له المشكلة وقالك أكو حكومة مسؤولة وقلت له قلت له قلت له عفيني عفيني إيه وقالك لا بس قالك أكو حكومة مسؤولة قلت له قلت له قلت له طال عمرك أنت ليش ما تدخل هني عندنا في حكومة ليش ما تدخل قال عندي حكومة اللي هو اللي انت ليش ما رحت حق الشيخ سعد قبل ما تروح حق الشيخ جابر خلاص ما انا قبل ما تروح حق الشيخ جابر اكو حكومه ما دعاني انا ما دعاني حتى الشيخ جابر ما دعاك لا شيخ جابر انا اكون دائما اتصل معه ادري بس هو اكو رئيس حكومه انت عندك مشكله انا ليش انا ماني وزير عشان اروح رئيس الحكومه ماني بس انت خايف على البلد واكو مشكله قاعد تصير راح تضر الكل انا راح فتروح حق الشيخ سعد اول شيء ايش حق اروح اذا ما جاب نتيجه فتروح حق الشيخ جابر ليش ما يطلبني ليش ما يطلبني اذا كان يبي خايف ليش ما يطلبوني ليش انا قلت لا طلبوني ورفضت انت اعرض خدماتك ما اعرض خدماتي بس انت عرفت على الشيخ جابر انا اقدم رايي للحكومه ما اقدم رايي للحكومه قدمت رايك على الحكومه قدمت في اللجان في هذا كله انت تقول ما دعوك شلون قدمت ما دعوا الحكومه ايش اسمه اللجنة هذه اللي شكلت مو يأخذون ويودون للحكومة يأخذوا رأي آراء المفروض رئيس اللجنة هذا اللي اجتمع دوريا يأخذ آراء كل هذا اللي وديه الحكومة ترى هذا آراء فلان وفلان 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 يعني رئيس يعني اللجنة الوزارية اللي كانت برئاسة وزير لا المالية لا مو اللجنة الوزارية اللجنة الثانية في اللجنة الخاصة للبورصة اللي كان مندوبي صالح باخر صالح يروح كنت تثبت موقفك هناك ايه يثبت موقفي طيب. على الاساس طيب. فيروح فيودون هذا المحضر ممكن ما يقولوا ما يودون رايك كيفهم بعد اروح اقول لهم ودوا انتم محضر المفروض يودون المحضر طيب. لانه هو لجنه حكوميه طيب. فهذا ايه طيب
في كتابك أنت نقلت كلام تقدمت أربع مجموعات لتأسيس أربع شركات استثمارية برؤوس أموال تبلغ 50 مليون دينار لكل واحدة. قدمت توصية أنت لمجلس إدارة البنك برفضها لأن الغرض الأساسي منها هو المضاربة في سوق المناخ، لكن اللجنة الوزارية الاقتصادية في مجلس الوزراء أعطت التعليمات لوزير التجارة بالموافقة على تأسيس جميع هذه الشركات، وتبين أن معظم الشركات التي تمت الموافقة على تأسيسها دخلت المضاربة في سوق المناخ وأعلنت إفلاسها. وضح لي أول شيء شنو موضوع الأربع شركات هذه وش اللي صار بالضبط؟ وقلت لك الشركات الاستثمار ذاك الوقت رأي البنك استشاري، فوزارة التجارة بعثت لنا بأن في أربع شركات برؤوس أموال كذا. إيش معنى هذا اللي هي دائما تبعث لكم؟ إذا أي 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 مجموعة تقدمها لتأسيس شركات الاستثمار تبعث لنا وزارة التجارة. أي 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 أي, أي مجموعة أي شركة. لا بهني بس ما خلف حاجة عشان أنا أفهم بس أكثر. الحين إجراء تأسيس الشركة هو كله متعلق في وزارة التجارة صح؟ بس ياخذون ذاك الساعه يقول لازم قانون بعد اخذ راي البنك المركزي بس انت قبل شوي قلت البنك المركزي ما له اي دور لا اي موضوع في تاسيس الشركات قلت لك ما عدا البنوك وشركات الاستثمار راي استشاري قلت لك لو تروح هذا قلت لك فانت هني رايك استشاري راي استشاري بالشركات الاستثمار مو البنوك شركات الاستثمار راي استشاري طيب. احنا غير القانون فمعناته في ذلك الوقت اي شركه استثماريه يتم تاسيسها ووزاره التجاره تعطي عليها الموافقه لا. قبل الموافقه لا لا لا, لا تستانس لا لا. براي لا لا. البنك المركزي قبل الموافقه ايه. فاحنا ندرسها وهذا ونسال اذا كان عندنا استفسارات في رأس السفارات من وزاره التجاره ناخذ منها وبعدين توصيه لمجلس الاداره البنك المركزي نفسه توصية لمجلس إدارة رفضه أو قبوله. طيب. فما هي ياكم في البنك المركزي طلب دراسة أربع شركات استثمارية. لا هو أساق من من أربعة. من 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 من, من وزارة التجارة. وزارة التجارة. حق البنك المركزي. ما أدري أربعة أو خمسة أعتقد أربعة. أنت كاتب أربعة. أربعة. كل واحدة 50 مليون. أعتقد 50 مليون. طيب فأنتوا درستوهم ليش رفضتهم؟ لأن أدري يأخذونه ويحطونه في سوق المناخ مضاربات. إيش دراك؟ لأن ما قال لك هذا اللي تكلم عنه يقول لك يأخذ يأسسون شركات ويقطونه في سوق المناخ مضاربات لأنه يبيع ناس يشترونه. أنا عندي نفرض لك 1000 سهم 20,000 سهم يأخذون مني بس الأجل قيمته 100 فلس يعطوني دينار خلاص أبيعهم. بعدين هذيل هالمضاربين اللي قلت لك اللي ماله هذا اللي يتعاملون ويشترون كله بالأجل وهذا هذا قاعد يتكارب وبعدين ينفجر. طيب هني انت تقول ان انتوا توصية البنك المركزي رفض تأسيس الشركات الأربعة هذه أربعتهم. ليش الموضوع راح اللجنة الوزارية؟ لا كيفه ليش اشتراني مطلوب طالبين من انا قلت لك لما علمي لان اللجنه الوزاريه ها طلبت من وزير التجاره ان 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 ان, أن, أن بغض بالرغم من معارضه البنك المركزي ان تاسسهم وفعلا اسستهم. يعني وزير التجاره منو كان؟ وزير التجاره اعتقد جاسم مرزوق أعتقد. هني أنت قاعد تقول لي إن واضح إن المؤسسين حق الأربع شركات هم بطريقة معينة راحوا عن طريق وزير التجارة وصعدوا الموضوع إلى مجلس الوزراء. لا ومجلس لا الوزراء في اللجنة الوزارية. لا 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 ما أدري أنا ما أدري هالتفاصيل ما أدري أنا شرفني كل اللي علينا أعطينا البنك وزارة التجارة رأينا البنك المركزي ما يوافق. إيه بس انتهني هذا نص كلامك أبو عباس في الكتاب. اللجنة الوزارية الاقتصادية في مجلس الوزراء أعطت التعليمات لوزير التجارة. نما علمي منو اللي قال لك؟ سمعت
من منو سمعت؟ ما أدري جماعة قالوا دخلوا عليه يعرفون هذا. سمعت بأنه ترى شو اسمه الشركات الاستثمار اللي انت ما وافقتوا عليهم وافقت الحكومة عليها وافقت اللجنة الوزارية الحكومة يعني وقالت حق وزير التجارة جاسم عطهم الترخيص أربع شركات مرة واحدة. وقلت لك وبعدين فعلا دشوا مضاربة بالسوق مضاربات وفلسوا ايه. طيب هني هناك من يقول انه كانت في مؤامرة في موضوع عزمة المناخ، هذا كلام واحد من فرسان المناخ السيد جاسم المطوع ذكر في يناير 83 كلامه هناك مؤامرة فعلية استعملت لخلق الأزمة، هناك أناس معينين أرادوا خلق المشكلة لضرب السوق، بدأوا يمهدون للأزمة ويخلقون الأجواء ويعقدون ندوات تحذيرية التي يقصد من وراءها تخويف الناس من كارثة مقبلة. في ناس ما قال منو كانوا يسوون ندوات ويخوفون الناس أن ترى أكو كارثة، وهذا الكلام هو اللي خرع الناس وخرع السوق وخرع الحكومة. هذه مؤامرة الهدف منها يبون يطقون سوق المناخ. أنت كنت واحد من الناس. أنا سويت ندوة؟ أنت ما سويت ندوة. بس أنت كنت واحد من الناس اللي كنت تحذر من الكارثة. إيه من البداية. من البداية. معناته أنت شريك في مؤامرة استهداف سوق المناخ. أنا شنو؟ أنت. لا أنا أبي أحمي بلدي وأحمي بنوك. هو قاعد يقول كلامكم هذا هو اللي قاعد يضخم المشكلة. أنا أروح. كلام جاسم المطوع. هذا أكبر مضارب. اروح ايش اسمه جاسم مطوع اكبر مضارب معروف عنه في السوق. طيب وين المشكله؟ مشكله لانه بيدافع عن نفسه. انا اروح هذا اقول له انا احاول ان احمي الكويت، انا احمي أموال العامة، أحمي كذا، وشوف شو سويت في عقب في المديونات الصعبة ومش كذا، وهذا كله أنا كله همي أن أحمي الكويت وأموالها. ما عليه اللي يقول لي يقول. طيب هني نفسه السيد جاسم المطوع في كتاب الكويت وأزمة سوق المناخ ذكر الكاتب علي الحمدان نص كلامه: حكومة الكويت رغم ادعائها بالعكس كانت موافقة، حسب كلام جاسم المطوع أن الحكومة كانت موافقة على كل ما يجري في السوق من البداية، لو لم تكن موافقة لما تركته يستمر. لو الحكومة مو موافقة على المشكلة على المناخ ما خلت المناخ يستمر، حسب كلام جاسم المطوع. كل واحد يقول كلام صحيح كلام جاسم المطوع هني؟ لا لأن مشوا لأن ما حد منعهم. إيه فمعناته كلامه صحيح هني. أدري أنا أقول لك أنا شخصيا ما علي من كلامه، أنا أقول لك السوق صار كذي والانهار وخسائر هذا لهن ما حد بانعهم. اي بس هني هو شنو يكمل يقول؟ هو يدلل على موافقه الحكومه، يقول كانت الوزارات تتصل بنا يوميا لتسالنا عن اسعار الاسهم، وهذا معناه الموافقه الرسميه. كانوا يتصلون فيهم. اي هو كيفهم هذا؟ انا مالي علاقه. تدري ما ما اعرف ما دشيت بعمري سوق المناخ. هني خلي انا افتح لك زاويه ثانيه في الموضوع يمكن لها علاقه في موضوع البنوك او بشكل او باخر ايضا لها علاقه في دور البنك المركزي، اللي هي الابعاد السياسيه لازمه المناخ. هذا كلام السيد عبد الله النيباري. السيد عبد الله النيباري ذكر تكرار الازمات الاقتصاديه في الكويت 62 68 74 76 82، هذه كلها أزمات اقتصادية مرت على الكويت تتفاوت المشكلة من عام إلى آخر. صاحبت هذه الأزمات المالية أزمات أخرى. أمام كل هذه الأزمات كان طابع الإدارة الحكومية التراخي في وضع القوانين وتطبيقها، وأن طبقت فبشكل خفيف. وأكبر الدلائل هني أنا الشاهد مالي، وأكبر الدلائل التهاون في مراقبة البنوك. النفقات المالية في الكويت والخليج جاءت دائما متفقة مع تطورات معينة لاستلاب الإرادة السياسية لأفراد المجتمع وشد انتباههم عن القرار السياسي. حسب كلام السيد عبد الله النيباري أكو أزمات اقتصادية كثيرة مرت على الكويت، تراخت الحكومة بشكل كبير جدا، الهدف من تفاقم هذه الأزمات أو تكرارها صرف
النظر عن الأزمات السياسية اللي كانت تصير في الكويت وتحويل الأنظار إلى الجانب الاقتصادي. هو قاعد يدلل على هذا ضعف رقابة البنوك على هذه الأزمات. غير صحيح. غير صحيح، أنا أقول لك غير صحيح. رقابة شديدة جداً. شلون رقابة شديدة جداً وكل سنتين ثلاثة عندنا مشكلة اقتصادية بالكويت؟ مو مشكلة اقتصادية، مشكلة اقتصادية ما لها علاقة بالبنك. أنا أتكلم لك أنت، أتكلم نظام الرأس المالي تولد أزمات. نظام الرأس المالي لأن في حرية اقتصادية وفي أي شيء أي ناس يعملون ما يشاؤون. فالبنوك في هذا ما تأثروا، في كل هذا اللي يتكلم عنه ما تأثروا. أنا أقول لك لأن عليهم رقابة شديدة ما تأثروا. حتى ال 82 اللي يتكلم كلهم ما تأثروا، اللي تأثروا بس في سوق المناخ، ولا حتى في اللي يتكلم في 73 ما تأثروا. أذكر اللي كان يجي رأسا بعد سوق المناخ وأزمة 73 ما تأثروا خلاص، كان اميات. على شنو يقصد هنا سيد عبد الله النيباري ان اكبر الدلائل التهاون في مراقبه البنوك؟ كلام مرسل، ما عنده دليل. خلي يقول لي دليل، انا مستعد انا اناقش. خلي يقول لي دليل ماكو، كلام مرسل. اي واحد يقول خلي يقول زين. هذا كلام سيد عبد الله النيباري. سيد عدنان عبد الصمد، سيد عدنان عبد الصمد ذكر في مؤشرات حكومية لتشجيع الناس على الدخول في هذا السوق، سوق المناخ، منها قرار مجلس الوزراء السماح للموظفين بدخول السوق والسماح بتداول أسهم المقفلات ونقل أخبار السوق في الإذاعة ونشرة كونة. الحكومة كانت تريد استغلال ظاهرة اقتصادية للإلهاء السياسي. هذا رأي سياسيين، أنا ما أختلف فيها ولا أيده، هذا رأيه. إيه بس ما تعتقد ان هذا الكلام ممكن يكون دقيق؟ لا دقيق. الحكومة خلقت مشكلة اسمها إيه ازمة المناخ حتى تلهي الناس عن المشكلة السياسية. انا ما اهتم هذا، انا اهتمامي كله في الاقتصاد. هذا يتكلمون سياسة. عبد الله النيباري مع احترامي لهم وسيد عدنان عبد الصمد، هذا كله يتكلمون سياسة لانهم سياسيين. إيه بس هني الدكتور احمد الخطيب، انا كلهم انا احمد الخطيب شو يقول؟ يقول كارثة المناخ ليست اقتصادية، كارثة المناخ سياسية وبامتياز. صحيح؟ كسياسي أنا ما له مخلي يقول لي يقول. لا صحيح كلامك. أنا ما أدري لأن. لا أنت كارثة المناخ شنو تعتبرها؟ كارثة اقتصادية ولا كارثة سياسية؟ لا أنا بالنسبة لي. بالنسبة لك. بالنسبة لي. إيه. اقتصادية. اقتصادية. إيه. مش سياسية. لا. ما فيها بعد سياسي. استغلت السياسية. من قبل منو؟ هذه من اللي لهم علاقة بالسياسة بيناتهم يعني. اللي هم الحكومة. ما أدري. لا ما مو بنوك. قلت لك بنوك. قلت لك وهذا قلت لك. خلني أوضحها لأن أنت ما هذا. قلت حق الدكتور الشيخ يابر. كل الفقاعات الكبرى كلها البنوك تأثرت بالرغبة المرقابة الشديدة. نشيدي وأنا أتكلم عن أمريكا اللي على أكثر من أكثر جهة تراقب البنوك. لأن شو يصير؟ قلت لك الائتمان المصرفي الحقيقي يتسرب يروح السوق، لأن في إغراءات شديدة. أنا أقعد هنا أحط لي عقار، أحط لي ما أدري مشروع، أنتظر عشان يعطيني 5% 6%، هذه يومية اسبوعيا اخذ منه 10-20%. بس منو اللي كان يسوي هالتسهيلات؟ منو اللي كان ساكت عنها؟ لا مو تسهيلات. منو اللي كان ساكت عنها؟ مو تسهيلات. منو اللي كان ساكت عنها؟ خليني اقول لك، انا اقول لك مو تسهيلات، لان انت لا تسهيلات، لان لما وزاره التجاره تعطي تراخيص بالهبل هاي تسهيلات، لما وزاره التجاره بس مو تسهيلات من البنوك. هذا الفكره، هذا اللي اقول. الحين انا مو قاعد اقول منو المشكله. لا خليني اقول لك، اقول لك لأن البنوك ما تدري ماذا. لا أنا الحين أنا بيع البنوك بعد شوية أبو عباس، لكن هني إحنا أنت قاعد تقول إنه مو تسهيلات لأن وزارة التجارة قاعد تعطي تراخيص. أنا أتكلم وزارة والحكومة مو قاعدة تراقب. أنا أتكلم عن سوق المناخ. يهمني التسهيلات الائتمانية بس. بيعها بعد شوية هذه. بس أنا هني قاعد إحنا لما نقول من المتسبب في المشكلة. هذا جزء. من المتسبب في المشكلة؟ أنا ماني في موقع أنا أتكلم عن الآخرين.
ما أتكلم. لا أدري الحين مرة ثانية أنا سؤالي لك بحكم موقعك في ذلك الوقت. المشكلة أنت قاعد تقول اقتصادية مو سياسية. في حين الحكومة لعبت دور رئيسي في أزمة المناخ. فهي سياسية المشكلة. لا إيه خلاص أقول لك هم يتكلمون في مؤان يتكلم. أنا برأيك أنت. أنا في شيء أنا ماني محترف سياسي، هم محترفين سياسيين، أنا محترف اقتصادي، هم مصرفي. أنا ماني محترف اقتصادي عشان أحلل هذيلا، أنا ما أحلل السياسة. طيب هني خلني استوضح الحين أكثر. أنت تقول أنا رحت عند الشيخ جابر الله يرحمه وقلت له المشكلة راح تصير مشكلة كبيرة وأكو كارثة راح تصير على البلد وأنا أبي أعتذر ما أبي أستمر في منصبي. قال لك لا أكو حكومة مسؤولة وأنت خليك في منصبك. وأنت تقول إن الحكومة سواء الشيخ سعد أو اللجنة الوزارية ما دعوك ولا سمعوا لرأيك. من الشيخ سعد دعاني بعدين الحين. اي بعدين انا قاعد اتكلم في البدايات. انت هنا ما سويت شيء كالبنك المركزي؟ هل سويت خذيته وقرارات من اول هذا؟ شنو سويت؟ اولا منعت انا اخذ بنو شركات السند اسهم شركات الخليجيه كرهون. ما ثانيه مو واضحه. اول شيء شنو سويت؟ في اسهم مو كذي شركات خليجيه قاعد تداول في الكويت. طيب إيه ممنوع ان بنوك تاخذ سندات اسهم بنوك الخليجيه. ليش؟ لان مو بنوك مو بنوك كويتيه. قانون يمنع يعني؟ ما يمنع بس لا ولا يسمح. فبالتالي هذا راجع للبنك المركزي. ادري كان اكو 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 اسهم او اكو سندات خليجيه وايد دشت. لا اسهم مو قلت لك الشركات الخليجيه قالت تؤسس في الكويت. شركات الخليجيه تؤسس في الكويت اصحاب كويتيين وخليجيين تصدر اسهم. طيب اسهم ف اللي يروحون ياخذون قروض من البنوك يقدمون رهونات من رهونات اسهم عقار وسند كأشياء هذا. فأنت أي شركة فيها خليجيين وقفتها؟ مو أي شركة أسهمها خليجية. أي شركة أسهمها خليجية وقفتها. طيب الخطوة الثانية شنو؟ السؤال الثاني حطينا حد الأقصى للرهونات. أخذ الأقصى للرهونات لأن أنت إذا اقترت لازم تدفع تجيب رهونات أو تدفقات مالية للمشروع مثل ما قلت. فأقصى هذا أقصى يعني إذا رحت اقترضت من البنك وعندك رهن قيمته 100 دينار عشان أوضح لك رهن 100 دينار ما يعطونك قرض إلا 40 دينار. هذا حد الأقصى ما يعطونك قرض على هالرهن إلا 40 دينار. تقدر تقول 1000 دينار، تقدر تقول 1,000,000 دينار، تقدر تقول مليون. إذا كان مليون دينار ما تأخذ إلا 40 مليون دينار. فبالتالي وهذا حد الأقصى معناه البنك يقدر يعطيك مو أربع حد الأقصى يقدر يعطيك 40 دينار 40% قصدي هذا إذا كان أسهم حد الأقصى ماله 50% إذا أسهم سوري إذا الأسهم 60% إذا الأسهم حد الأقصى للإقراض للأسهم 50% يعني إذا اقترضت 1,000,000 دينار وعندك أسهم تأخذ بس 400 مليون. فهمت شلون؟ إيه هذا أحد الأقصى تقدر تأخذ. البنك مو مضطر أن يعطيك 400 مليون دينار، يعطيك 1,000,000 دينار 10 ملايين 10 ملايين 20 مليون 100 مليون بس ما يتعدى 40. ونفسه إذا كانت أراضي أو أقار 50 50. طيب بعد شنو الخطوات اللي خذيتوها؟ ها هذه أبرز الخطوات. القرارات مع أن الشخص الواحد ما يأخذ إلا حد الأقصى. طيب هذه القرارات اللي خذيتوها في البنك المركزي ساهمت في أن تحل المشكلة؟ كثير. وين صارت المشكلة وانفجرت المشكلة وصارت كارثة؟ شلون كارثة؟ مو قلت لك كارثة مو في اللي اقترضوا من البنوك، كارثة اللي قروضهم تسربت. تدري يوم انهيار السوق وطلع
قائمة، طلعت قائمة بأسماء المفلسين. ها؟ طيب. كل المفلسين، قروضهم من جميع البنوك، من جميع البنوك، ومن جميع البنوك ما تتعدى 10 ملايين دينار. جميع البنوك ما تتعدى 10 ملايين دينار، بالعكس يمكن حوالي 8 ملايين دينار، من الكل البنوك.